اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في يوم جديد في نهار جديد. نتمنى يا رب ان هو يكون يوم خير على كل شعب مصر. بالتاكيد الاونه التي نمر بها حاليا هي زمن حرج جدا، اقل ما يمكن التعبير به هو فعلا عنق زجاجه التي يجب ان نخرج جميعا منه ونخرج مصر العزيزه من هذا العنق الضيق لنخطو خطوات مستقبليه تحقق مستقبل افضل لمصر العزيزه ولشعبنا العزيز. اهلا بكم معنا هذا اللقاء لنناقش مع حضراتكم باقي التطورات او معظم التطورات الحادثه على مستوى اقليمنا اقليم قناه السويس من خلال محادثات وضيوف ان شاء الله نتحاور معهم ونتعرف على المتطلبات الاساسيه التي يجب نحن نناقشها مع حضراتكم علشان نخطو خطوات الامام اللي يجب ان احنا نحتذي بها ونبتدي بخطواتها لتحقيق مستقبل امن لمصر ولشعب مصر. اهلا بيكم واهلا بيكي معنا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير مشاهدينا الكرام، بنتواصل مع حضراتكم من خلال فتراتنا المفتوحه، ودي اول فتره معانا النهارده بنحاول نرصد من خلالها ما يدور في الشارع في اقليم القناه والشرقيه وسيناء ومحافظات الاقليم كلها لكي نتعرف اكثر على عوده الحياه مره اخرى الى الشارع المصري وما ينقصه من مستلزمات ومتطلبات. ودائما نقول ان مصرنا الحبيبه الأم الوطن باقية، وكل ما يدور الآن هو أمل في الأفضل لها ولكل أبنائها. تعالوا بينا نبدأ فترتنا الأولى ومع حضراتكم على مدى ساعتين. حضراتكم مشاهدينا، وبالتأكيد هناك جهات معينة تنامى دورها وأهميتها خلال الأيام السابقة، وخاصة مرفق الإسعاف واللي نقدر نقول أنه كان عليه عبء كبير جدا في الأيام الماضية، وما زال هذا العبء أو الدور الهام اللي بيقوم به لنجدة المصابين ونجدة الحالات الخطيرة والاهتمام بصحة المواطن بصفة عامة، لأنه هو وسيلة النقل اللي بتتوجه الى المنزل او الشارع لو في اي طارئ لا قدر الله، لتنقل المصاب او المريض الى المستشفى او تقوم بعلاجه في نفس موقع المشكله او الحدث. وبالتاكيد يعني نقدر نقول انه الاهميه دي بتتزايد، وده اللي بيخلينا نلقي الضوء على الدور اللي بيلعبه هذا المرفق في كل المحافظات. محمد، تأكيد طبعا اللي بتقوليه كلام مظبوط تماما، ومعدن شعبنا المصري واصلته بتبان في الوقت دوت، على قد ما كان في صعوبه ممكن في التحركات حتى لسيارات الاسعاف، على قد ما كان في برضه بعض الاتهامات ان يعني في يعني بعض اللصوص بيركبوا عربيات الاسعاف، ولكن دورهم كان قوي جدا ودورهم مؤثر جدا، وبالتالي وطنيه الانسان وطنية المصري بتدفعه أكثر للقيام بهذا العمل، القيام بدوره بأصلته، لأن هو لو تأخر
لو تراخى في تأدية العمل بتأكيد المصابين هيزدادوا إلى آخره. أكيد إحنا لا نزايد ولا يعني نتكلم عن الوطنية لأنها وطنية غامرة، جينات وراثية داخل جسم المصري لكل المصريين بوطنية غامرة، بنحب وطننا كلنا بالتأكيد، واللي بيقول غير كده أعتقد إنه هو يعني ما بيقولش الحقيقة أبدا. كلنا بنحب بلدنا، كلنا نفسنا بلدنا تكون أحسن بلد، كلنا عايزين نهضة لمصر دي. عموما يعني برضو مش هنزايد في هذا الأمر في هذا الكلام، ولكن زي ما ابتدت نوه زميلتي عن الحديث حول سيارات الإسعاف ورجل الإسعاف والدور المهم جدا اللي لعب خلال الفترة اللي فاتت ديت، احنا حبينا اللي احنا نقدم هذا التقرير من محافظة الشرقية عن إسعافات الشرقية وتحديدا الشرقية للنظرة لأن أطرافها مترامية جدا وعدد كبير من المراكز وكثافة العددية كبير، فالدور الملقى عليهم كبير قوي. نتعرف محركم من هذا التقرير على الدور الكبير اللي عمه برجال إسعاف الشرقية. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان من طبعاً احنا بندخل طبعا اخلال المصابين من اي مكان، والحمد لله الاسعاف على مستوى مصر كله اداء عالي جدا وكان على مستوى الحدث، كنا الحمد لله كل اي حد مصاب كنا بنتعامل معاه سواء في موقع الحدث لو ما احتاجش نقل للمستشفى زي عمليه الاختناقات اللي كانت بتحصل من بعض الغازات اللي كانت بتطلق، او كان لو في اصابات بيتم الغياب عليها سريعا، او كنا بننقل بعض المصابين للمستشفيات بتاعتنا، والحمد لله الكلام ده كان مستمر بخلاف الخدمه المعتاده، لان الاسعاف زي ما حضرتك عارف حتى في الظروف زي الامر الحاكم العسكري ما اصدر القرار الخاص بحظر التجوال ذكر فيه انه هو ما عدا الـ 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 ما عدا العملية الاسعاف اللي هم سيارات الاسعاف وسيارات المطافي والصحفيين، كان الامر العسكري بيستثني السيارات ديت من العمل اثناء حتى حظر التجوال. لا الحمد لله على مستوى الست محافظات الامن القومي وسيناء لم تتعرض اي سياره اسعاف لسرقه او اعتداءات نهائيه، الحمد لله اتت من افراد محاولين سوا حتى، انما طبعا بعض السيارات تاثرت طبعا اثناء اللي هو القاء الحجاره، كنا بنحاول ان احنا نكون بعيد فعلا، لكن برضه لم يتم تفادي برضو إصابة السيارات ببعض الحجارة اللي وقتها. احنا عندنا في الشرقية نواد 5 عربيات حصل كسر في الزجاج الأمامي بتاع الحجارة، وكانت الإصابات بعد وبعض النقرات البسيطة في العربيات، الحمد لله ما حصلش أي حاجة بخلاف كده. أنا وقفت في المظاهرات عشان أشوف إيه الوضع، أتبين إيه اللي بيحصل، هل ديت ثورة شعبية أم إن ديت شوية بلطجية أم إيه الأمر بالظبط؟ ما فيش دور، انا ماليش دور، انا كل اللي انا كنت براقب بشوف الوضع فيه ايه بالظبط، فوجدت ان قوات الامن في الفترة الاولانية كانت بتضرب انابل مسيلة للدموع وناس كتيرة حصل لها اختناق وحصلت لها مشاكل، وخاصة كبار السن اللي كانوا موجودين او حتى الشباب اللي هم عندهم ازمات او عندهم يعني مشاكل صحية، ناس كتيرة جدا حتى السليم كان بيحصل له اختناق ويقع وحاجات زي كده، رأيت الناس ترمي لهم بصل من فوق العمارات وتحاول، الناس بقت متضررة، حتى الرأي العام كان الناس متضايقة من الوضع ده هو، فالأمن تعامل مع المتظاهرين وهم كانوا بيقولوا سلمية، الأمن تعامل مع المتظاهرين بصورة غير لائقة، ناهيك بقى عن الضرب من الرصاص المطاطي والحاجات اللي زي كده مما احدث اصابات كتير جدا. انت بتتكلم عن الاسعاف دلوقتي، فالاسعاف في الفتره الاولانيه فعلا وجد كان بيأدي دوره على قد ما يقدر على قد الامكانيات اللي هي متاحه بالنسبه له. ساعه يوم الجمعه بعد الجمعه بالظبط الدكتور شريف امرني ان انا اروح اتمركز عند المطافي لان كانت بدايه المظاهرات كانت عند كوبري مجلس المدينة. أول ما شفنا الضرب أول حاجة دخل أكثر من 20 واحد أزمة تنفسية، تم عمل العلاج اللازم قبل ما أخذ مصابين، لأن مش هاخد كمية مصابين بالطريقة ديت، فأنا تم عمل اللازم، كل واحد على ماسك أكسجين، تم الإسعاف اللازم، الحالات الحرجة اللي محتاجة للمستشفى بتاخد على طول للمستشفى، لازم نوصل المستشفى خلال دقيقتين بأسرع وقت عشان أرجع التمركز ثاني.
وكان كنا بنأدي الواجب الوطني بتاعنا في بحيادية تامة. ان احنا شغالين ما نعرضش نفسنا بالنسبه للشغل ونأمن نفسنا قبل اي حاجه، يعني سلامه العربيه، يعني في قلق ده بعيد عن القلق، بس واجبنا اي مصاب من حقنا لازم نشيله، فاقرب مسافه كنا بنشيله، والحمد لله رب العالمين فسرنا مع اي حد بفضل الله تعالى، كان كله واقف واحنا شغالين بفضل الله. والله عن طريق العمليات كانت بتوجهنا بصراحه، كان برضو لها دور مهم، عمليات الزقازيق كان لها دور بصراحه، لان احنا عندنا طريق جهاز وتليفون، فكانوا بيجيبونا عن طريق الجهاز والتليفون، ففضل الله تعالى يعني كانوا مشغلينها باستمرار وعن طريق الجهاز، وما كانش فيه يعني سواء ليل او نهار شغلنا عن طريق العمليات، نتوجه للمكان اللي فيه قلق، فيه مظاهرات، فيه حوادث، يعني كنا برضو قادرين بفضل الله تعالى نوفق بين كده وكده وكده وحالات المناسب، مش كان في تقصير في اي حاجه الحمد لله رب العالمين. كان في اي بلاء كان بيجي عن طريق العمليات او التليفون، كل عربيه معانا في كل عربيه تسعه فيها تليفون شخصي ليك تبع الشغل. كانت تجي لنا. نعم. لا كانت، لا ما كانش اي عقوبات، بس الاهالي اللي هم يعني بصراحه في عقوبات قابلتنا، ودكتور شريف مشكورا ربنا يبارك لنا فيه بصراحه، عندنا تعليمات عن طريق الجهاز ان احنا اي حد من الناس المتظاهرين اللي هو الاهالي وقف نقف له وطلبوا منا تفتيش عربيه نفتش عربيه، وكل اسلوبنا معاهم ادب واحترام، لازم نحترمهم، مش يعني دي كان تعليمات من دكتور شريف، دي عن طريق الجهاز على مستوى محافظه الشرقيه بصراحه يعني. فمشكورا برده كان بيحافظ علينا وعلى العربيات بصراحه. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي ورفرف في قلبي في لحظة ما قولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي ورفرف في قلبي في لحظة ما قولك بحبك يا مصر، بحبك 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 يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك بحبك يا مصر، يا بلادي يا بلادي بحبك. مشاهدينا الكرام، تعديلات سياسية واقتصادية وعدالة اجتماعية، شعارات ثلاثة رفعها شبابنا المطالبة بكل هذه المطالب الصادقة اللي ليهم حق فيها، العالم كله والقيادة كلها مؤيدة أو معارضة للمظاهرات أكدت أنهم حق في هذه المطالب، وكان الثمن مش قليل، الثمن كان كبير جدا جدا، أكثر من 300 شهيد، أكثر من 3000 جريح دفعوا ثمن هذه التعديلات اللي ابتدينا اللي احنا نجني ثمار بعضها حاليا، والبقية تأتي بإذن الله. الانطلاقة جات بعد كده بأحقية أو عدم أحقية في المطالب، لتظاهرات عديدة في يعني نقول في معظم محافظات الجمهورية، كل فرد أو كل مهنة، كل شركة، كل نقابة، كل فئة معينة لها حقية في اتجاه معين بتطالب بهذا الحق. احنا من هذه الزاوية مش هنقول هم أصحاب حق أو هم مش أصحاب حق، أو ده مش وقت المطالبة أو ده وقت المطالبة، هم أدرى بحقوقهم، هم أدرى بيطلبوها إزاي، خاصة المناخ حاليا يسمح بطلب الحق. من ضمن هذه المظاهرات مظاهرة حدثت أمس في بورسعيد، وحرقوا عربية السيد محافظ بورسعيد وكسروا وجهة المحافظة. وعموما هنحاول إن احنا نتعرف على طلبات هذه الفئة، هؤلاء المتظاهرين أخذوا الصراحة التلفزيونية، أخذوا المصور بتاعنا بتاع قناة الرابعة بالكاميرا بتاعته فوق عربية، المهم هي لحظة غضب، لكن نتعرف مع حضراتكم أكتر على طلباتهم، إيه هم اللي عايزينه عشان نعلنها ليكم ونتناقش حقيتها من عدم حقيتها مع بعض اللي شاركوا في هذا العمل.
الزميل رابح راقة. اهلا بيك معانا وصباح الخير. صباح الخير محمد واهلا بيك من بورسعيد. طبعا انا في منطقه الصفا واقف مع شباب من اللي كانوا غاضبين ومازالوا غاضبين على ان هم مهملين من قبل المحافظه وتم تهميشهم في خصوصا في الاسكان ان بحثهم اكثر من مره ومحدش سال فيهم زي ما هم بيقولوا دلوقتي. انا بالظبط قدام كليه الدراسات الاسلاميه وفي عماره 19 في الصفا. العماره دي حتى كان فيها الاستراحه بعد التلفزيون، هم واقفين الناس ما عندهاش اي شيء يقدروا يقولوه الا ان المعاناه معاناه الاسكان. وكلموني عن الوضع الاجتماعي للاسر بتاعتهم الوقت. طيب بالنسبه للي حصل على هل في بعض العناصر يا رابح معاك ممكن اتبادل معاهم الحوار؟ معايا بس انا عايز اقول لك دلوقتي المجموعه اللي كانت بتحرق امبارح في المحافظه دي مجموعه من زرزاره. المجموعه دي يمكن ما حرقتش وما اشتركتش في حاجه، دي مشكله، دي مجموعه من الشباب اللي هم ما خدوش سكن وحتى ما عبروش بالاشعال او بالانفعال الكبير اللي يمكن اتنقل على شاشات التلفزيون بالامس. انا معايا احد الشباب اهو يكلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو تحب تقول اسمك قول، لو مش عايز تقول اسمك ما تقولش، ولكن عايزين نعرف طلباتك هي ايه. طلباتنا انا حاجه بسيطه قوي يا استاذنا، حاجه بسيطه قوي، حق من حقوقنا بس اللي احنا مظلومين فيه. ايوه انا بني ادم يعني زي اي بني ادم، زي اي مواطن عاوز يعيش بيته في امان. انا متعذب في مفروش لان انا راجل على باب الله. تمام. تعذبت مفروش ونزلوني وشحتوني عشان ما اعيش فلوس ان انا ادفع المفروش. نزلت بيت اهلي، قعدت في بيت اهلي كام يوم. طب هسألك سؤال تاني، هل انت تقدمت للمحافظة بطلب الحصول على شقة؟ قدمنا في المحافظة ومفيش حد رد علينا ومفيش حد، كل اللي متكلمه يقول لك لا استمارات ومعناش 30,000 جنيه اللي احنا ندفعهم استمارة لأي شقة. هي الاستمارة 30,000؟ أمال إيه بتدفع الأول مش عارف بين 10 وقبل الاستلام بتخش تدفع الباقي قبل ما تاخد مفتاح الشقة. طبعا احنا شباب غلابة ولا مصلحة وشقق بنك نازلة تبع بنك، يعني الجنيه بجنيه. يعني يبقى عليه 70,000 جنيه للبنك كمان. طيب في انت حاجه يعني استاذ انت حاجه عارفها. طب انت يعني زي ما قال زميل رابح اللي انتم مجموعه مختلفين عن اهالي زرزاره اللي حرقوا امبارح عربية سيادة المحافظ وكسروا مبنى المحافظه. عايز اسالك عن رايك انت كمواطن بتعاني من نفس المشكله اللي عاني منها اهل زرزاره، هل اللي حصل ده صح؟ هل ده غلط؟ رايك ايه؟ الرأي اللي هم كانوا وصولي يبقى في حد مسؤول يروح يكلموه، حد كبير ياخد رأي الناس ديت ويوصل له ويوصلهم شكوتهم وهو يقدمها. تمام. لا انا اقصد من كلامي، هل الحرق، هل التكسير، هل التدمير ده لمصلحتي، لمصلحتك، لمصلحة لا. مصر ولا لمصلحة لا. مين؟ لا ما هم بيدمروا في حاجتهم. طيب ما هم بيعتبروا بيدمروا في حالهم ومالهم. بالظبط كده. النهاية بتاعتنا كلنا. طيب انت قدمت امتى؟ قدمت انا مقدم بقالي دلوقتي سنتين اهو. سنتين. ايوه. طيب في اي ردود فعل؟ قالوا له الغي المطالبات دي، ما فيش مطالبات في البلد عندنا في حاجه اسمها استمارات تبع بنك. ادفع 30,000 جنيه الاستماره. 10,000 مقدم و20 عند الاستلام. والباقي تحت الاستلام. طبعا احنا شباب احرم الله ارزاقيه. انا راجل سماد برزق بالعشرة جنيه. طيب هل كل شرائح الاسكان بهذا الشكل؟ مفيش اسكان تاني بشرائح اقل؟ مفيش، هم منزلينها زي مزاد. مزاد علني. لا اقصد من كلامي في بعض ده الاسكان اللي هو المزاد، لكن في اسكان تاني بيكون بشريحه اقل سعريا، هل ده موجود ولا مش موجود؟ مفيش خالص الكلام ده. مفيش الكلام ده. طيب في حد تاني من زمايلك معاك؟ ممكن يتكلم معاه؟ معايا الاخ احمد عاوز يكلمك برضه. طيب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا اخ احمد؟ اهلا وسهلا. نفس المشكله اللي عرضها زميلك هي نفس مشكلتك ولا انت تحب تقول حاجه جديده؟ مشكله مزمنه في مدينه بورسعيد. ها دي مشكله مزمنه في مدينه بورسعيد. تمام. ومدينه بورسعيد المحافظه الوحيده حضرتك على مستوى الجمهوريه اللي اسعار الشقق فيها خياليه.
شقه المحافظه جايبه 120 و150 الف جنيه. شقه المحافظه حضرتك بتتباع ب 150 الف جنيه. الاستماره بتاعتها 30 الف جنيه وتوصل 50 الف جنيه. انا كتب دلوقتي لسه متخرج حضرتك. استاذ احمد استاذ احمد دقيقه واحده بعد اذنك. هو اللي بيحكم الاسعار قانون العرض والطلب، واحنا عارفين ان الرقعه المساحيه لمحافظه بورسعيد محدوده وان دايما بيتم ردم اجزاء في المنزله علشان يبتدي بناء مساكن لاهالي بورسعيد. فدي مشكله لابد ان احنا يكون ليها حل بشكل او باخر، لكن الوضع الراهن ان حجم المعروض من المساكن اقل من عدد السكان. الكلام ده معاك مظبوط معايا؟ متفق معايا فيه؟ مظبوط معاك. تمام. مع حضرتك فيه. انا عايز اسالك، انت اخذت خطوات ايه عشان تحصل على حقك في شقه؟ ايه الخطوات اللي انت عملته؟ حضرتك نزول استمارات. قدمت جهه استماره ومليت بياناتها وقدمت الاوراق اللي تثبت ان انا متجوز ومخلف كمان. تمام. سنك كام سنه الاول يا استاذ احمد؟ نعم. سنك كام سنه؟ سني كام سنه؟ ايوه 37. طيب ماشي. وانا متجوز حضرتك من 12 سنه. ومقدم بقالك قد ايه؟ ومقدم بقالي 8 سنين. 8 سنين؟ اه. مفيش اجابه. مفيش اجابه. مفيش اجابه. ولا اي حد. طيب. لم يحن دوره بعد. طيب. نروح لسه دوره، دورك ما جاش. ممكن اعرف يعني تقدر تقول لي عددكم كام اللي موجودين الشباب بقى اللي ما كانش لهم دعوه بالاعمال التخريب بتاعت امبارح؟ حضرتك عدد الشباب المقتحمين في مدينه بورسعيد ما يقوليش عن 600 700 فرد. يعني 600 اسره، ده اقل عدد يعني، ده اللي انا اعرفه. اللي منتظرين ان هم يحصلوا على شقق. اكيد حضرتك احنا كنا قاعدين، يعني انا حضرتك بشتغل في الاستثمار في منطقه صناعيه عندنا في بورسعيد. نعم. مصانع ملابس جاهزه. ايوه. باخد مرتب 600 جنيه. هل يعقل ان انا اقف مفروض ب 500 جنيه؟ لا طبعا. ما هعمل ولا يعقل ان يكون الايجار بنسبه 90% من مرتبك، ده لا يعقل طبعا يعني. تمام. 600 جنيه الايجار. ده غير اصلا مقدم الشقه اللي مش عارف اجيبه منين، يعني انا اشتغل 10 شهور حضرتك عشان اقدم مقدم اول طلبيه يعني في الاستماره. اشتغل 10 شهور كده وما كنتش بشرف عشان اروح اقدمه للمحافظه. طيب بناء على اللي انت بتقوله ده يعني اسمح لي اقول انت واحد من الشباب المكوي بنار المشكله. هل ده يدي الحق اللي احنا نروح نحرق ونكسر؟ لا لا طبعا حضرتك، بعدين حضرتك هو كل واحد طبعا حسب يعني ثقافته الفكريه والثقافه اللي عنده بيعبر عن رايه بالطريقه اللي هو مثلا ايه يوريكا. الناس اللي بتحرق وبتولع دي ما عندهاش قدر من الوعي مثلا سواء الثقافه او السياسه ان هو مثلا يطالب بحقه. فهو مثلا من كونته بالنظام فحط غضبه في كده. هو استاذ احمد نتكلم بصراحه اكتر شويه. اتفضل. مشكله زلزاره تحديدا اللي حرقوا امبارح مشكله متفاقمه من بقالها سنين. تمام. ونعلم ان في كتير حلت مشكله ليهم. البعض ما زال محتفظ بالعشه والبعض باع العشه والبعض عايز شقه تانية، البعض مش الكل. تمام. ولكن اللي باع شقته وجاي ياخد شقه تانية هو مش اخد حقك؟ صلى على النبي حضرتك عليه الصلاه والسلام. انا معاك ان اللي باع شقته ملوش حق ان هو يسلم شقه تانية. لا ده انا مش عايز اقول كده، ده انا عايز اقول اللي باع شقته وبيطالب بشقه هو بياخد حقك انت. تمام. صح كده ولا غلطان؟ حضرتك طيب ما انا حضرتك انا عندي حصر باسماء الناس دي مثلا والناس دي مبحوثه عندي قبل كده، عارف مين اللي ليه ومين اللي مالوش، مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش. كان موضوع من الباب الاول حضرتك اللي يستحق ما انا اسلمه. والكلام ده كان موضوع حصل من زمان يعني. ده معاك حق فيه طبعا. احنا نقول زلزاله كلها ما تستحقش، لا طبعا. ثلاث ارباع يستحق وربع مثلا ما يستحقش. ادي عامل اللي يستحق. بالظبط كده بالظبط كده. قول لي ما يستحقش شكل مكانه. انت كنت موجود امبارح في قريب من المنطقه من المحافظه ولا؟ لا حضرتك انا كنت في الشغل بس كان زمايلي عند المحافظه كنت بتابع معاهم بالتليفون. طيب هل حد مثلا تعرض لهم او الامن حاول يتعامل معاهم؟ لا لا تقريبا هم صاروا يعني على المحافظه. طيب بعد اذنك نرجع لزميلنا رابح رخم. اتفضل حضرتك. ايوه رابح، ردود الفعل من الواضح ان الناس مستنكره ما حدث في بورسعيد من حرق وتدمير. هو يعني احد على الرغم ان هو مكوي، انا حتى قلت له هذا التعبير، واضح ان انت مكوي بهذه النار. 37 سنه ومقدم بقاله 8 سنين ومش قادر يدفع ومرتبه 600 جنيه وبيتك 500 جنيه ايجار. فده مكوي بالمشكله دي، ولكن على الرغم من كده متعقل وبيقول لا، مش هو ده الاسلوب اللي ممكن هو يتبع عشان خاطر المطالبه بالحق. تمام. الرد الفعل الاخر، وجهه النظر الثانيه، وجهه النظر اللي حرقهم بيقولوا ايه؟
والله وجهة النظر الثانية ان ده رد انفعالي لان هم ما قاعدين في طقس بارد, وطبعا احنا الوقت فصل الشتاء, وان هم تعرضوا لاكثر من حريق, وقالوا ان الجهات ما تحققتش التحرك الكافي ان هي تنقلهم وانها كانت مجرد وعود. ده الرأي بتاعهم, انما انا معايا برضو بعض الاخوة من هنا ومجموعة كبيرة. في حد من اهالي زرزارة معاك يا رابح بعد اذنك؟ لا انا ما عنديش حد هنا حاليا من زرزارة, انا الوقت في منطقة الصفا بعيد عن المنطقة دي. طيب. انا في الصفا, انا قرأت الزهور. انا ممكن زرزارة ممكن نوصل لها برضو في متابعة تانية يعني. مدى تقبلهم دلوقتي الرأي الاعلامي الاقليمي, مدى استجابتهم معاك؟ هي المشكلة عندهم يعني, انا يعني زرزارة على ما سمعت يعني من الاخوة المحتاجين بيقولوا ان زرزارة بدأوا يسكنهم او يعملوا لهم, ما ده المفروض ان تم اعلانه امبارح من المحافظ انه هيتم بالفعل توزيع نسبة كبيرة من الشقق. يعني انا عايز اقصد ان هي مشكلة ازلية موجودة كانت في بورسعيد, او مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة الاسكان, وهي المشكلة دي اللي دفعت هؤلاء الافراد لحرق مبنى المحافظة والتظاهر بالامن. انما انا بكلمك عن طائفه ثانيه اللي هي الطائفه اللي انا واقف معاها دي في الزهور, الشباب اللي قدم فعلا ولم يحصل. الشقق دي هي شقق بالفعل مخصصه لجهات خدميه في المحافظه اللي هي العماره اللي انا واقف قدامها, منها حتى فيها صراحه التلفزيون. انما هم شباب متعقل بيتكلم بمنطق, عنده تفكير, عنده وعي على ممتلكات الوطن, عنده وعي على المحافظة على الممتلكات. انا مش شايف فعل حريق, مش شايف اي دمار قدامي. هم قالوا ان هم متحفظين حتى على المفروشات والمحتويات كل شقة, مش يعني لصوص ولا ابدوها ولا عربوها, الحاجة كل حاجة شقة موجودة زي ما هي. انما هو بيعبر باسرته, هذه اسرتي وده انا اهو, وده المكان اللي انا جيت فيه لان انا كنت الاول في وضع سيء ووضع غير ادمي زي ما هم بيعبروا. وبيقول ان ده شقق صحيح هي شقق محافظه ومتسكنه, ولكن انا ليا حق فيها كابن البلد ان انا اقعد فيها. انا هفعلكم برساله اخرى او بلقاء اخر مع زرزارة او عناصر من زرزارة, يمكن في خلال 20 دقيقه على بال ما انا سعيد بدايه يا رابح بالوصف اللي انت وصفته للشباب. من الواضح ان هو شباب مع الرغم ان احنا معاهم قلبا وقالبا في حجم المشكله اللي بيعانوا منها, ولكن شباب متعقل مثقف على مثقف بلده. بيحب بلده بيحب تمام. بلده ما بيركبش الموجه ضد البلد, مش ده الوقت اللي احنا نركب فيه الموجه ابدا ضد مصر يعني. تمام. نشكرك جدا ونشكرهم لنا جميعا, وباذن الله يعني نوعدهم وانت توعدهم ان انت مدير مكتبنا في بورسعيد ان احنا نقف معاهم قلبا وقالبا ان شاء الله نحاول ان احنا حل هذه المشكله. شكرا ليك يا رابح, ونتمنى ان احنا نتواصل معاك وبعض اهل زرزارة يعني. شكرا مشاهدينا, فاصل ونرجع لكم تاني باذن الله نواصل لقاءاتنا وفقراتنا. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري, يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري, والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي, أشجع ولد ولدي, أحلى بلد بلدي, أشجع ولد ولدي, يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري, يا مصر يا عمري
مصر علينا يسقط نجم شهيد على شاني يطلع نجم جديد ويلاقي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى وبالتأكيد الأسواق وحالة الأسواق حاجة مهمة جدا عشان نرصدها لأنه كان حصل فترة قلت بعض البضائع زادت الأسعار ولكن اللي بنلاحظه من خلال رصدنا في الأيام الماضية لحالة الأسواق أنها بدأت تستقر يمكن أسباب كتيرة أدت إن لعدم استقرار الأسواق منها عدم وصول المستلزمات نتيجة لحظر التجول متاجرة بعض التجار بهذه المواقف ورفع الأسعار وبدأت حاليا بعض الجهات تتابع بدقة حتى لا يتربح أحد على دماء يعني على حساب المواطن البسيط. محمد بالمناسبة كان في يعني حاجة حصلت هنا في الإسماعيلية في الطالين في كلمة فيانه وإن في تاجر من التجار كان بيبيع طماطم تحديدا كان طماطم بتتباع ب 2 جنيه وهو بيبيعها ب 2 جنيه ونص مجموعة من اللجان الشعبية راحوا لهم وقالوا لهم انت ليه بتبيع كده فقال له ده سعر زاد قال له اشمعنى زاد عندك انت وما زادش في السوق واجبروه لما انك تنزل لما انت ما تبيعش في المنطقة دي تروح بيع في منطقة تانية فنزل بالسعر لنفس السعر السوق عموما هو يعني شكل من الاشكال التدخل اللجان الشعبية اللي بقت منتشرة كتير جدا جدا وشبابنا اللي احنا بنفخر بيه تماما علشان يعني تعديل الاوضاع تظبيط الاوضاع بقى يعني الجشع يعني نقول له يعني خلي عندك ده ما تبقاش جشع يعني ده اقل تعبير ممكن ينقال عموما احنا الظروف اللي هنا ظروف اكيد صعبة جدا بنمر يعني بأزمة فعلا حركة النقل ما بقتش سهلة بقى فيها صعوبات بعض الناس بتحاول تزود بعض الاسعار وده برضو امر غير مقبول في الفترة دي تحديدا احنا بنزايد على مين بنزايد على بعض بيزاد عليه وبيزاد عليك ما ينفعش خالص في الوقت ده تحديدا ما ينفعش يعني عموما احنا في معنا تقرير من الشرقية بيرصد حالة الاسواق هناك ايه الاخبار وايه المتغيرات اللي احنا بنتكلم فيها دي نشوف مع بعض الحالة اللي ممكن تقول عليها متوسطة قبل الأزمة طبعا حالة البلد كانت تعبانة طبعا الأول في البيع والشراء والتعاملات أما بالنسبة لبعد الأزمة بقت صفر خالص يعني ما فيش أي تعاملات خالص يعني قاعدين هنا طبعا والمحل مشكلته إنه فيه أكتر من 7 بيوت مفتوح دلوقتي وبعدين في عامل هنا كمان فاتح بيت برضه لغاية دلوقتي 15 يوم مفيش حاجة يعني مشكلة كبيرة يعني وإيجارات ومصاريف وأكل وشراء طب أنت شايف والله انا شايف اللي احنا سمعناه من الدوله بقى والحاجات هي الفساد دون المفروض ده في ايد الدوله بقى الحل ده في ايد الدوله لان الفساد يعني كبير جدا يعني احنا بنسمع مليارات سارقينها وده حقنا والله هي مش ازمه هي انتفاضه هي حاجه كويسه مش حاجه وحشه ان كانت هي دي الضريبه ان احنا بندفعها ان مفيش شغل فدي تبقى ضريبه يعني تعتبر ضريبه بسيطه لكن هو من ناحيه الشغل مفيش شغل وبعدين في حاجة عايزين نقولها ان كل محل من المحلات دي فيه على الاقل من 3 إلى 4 عمال وكل عامل مسؤول عن 4 أو 5 اولاد فالمحل الواحد مسؤول عن 20 فرد بيأكله المحلات دي معظمها العمال اللي فيها بتبقى عمال مهنية غير متعلمة فلما بيجي يقول لك اصدار الفواتير زي الوزير الاولاني ولازم تظهر فوتارني مش فوتارني العامل ما بيعرفش يقرا ويكتب لو انا قلت له اطلع فاتوره واطلع يبقى هطلع 20 اسره من كل محل مش هتلاقي تاكل ولا تشرب واخد بال حضرتك
الضرايب اللي هو اللي بيقول عليها دلوقتي اللي هي الضرايب التصاعديه. طب الضرايب التصاعديه دي اللي انا بعرفه اللي احنا كنا بناخده في الجامعه زمان ان هو مفيش حاجه اسمها ازدواج ضريبي، يعني ان المنتج الواحد ما ينفعش يتفرض عليه اكتر من ضريبه واحده. المنتج ده عقبال ما بيوصل لي يدفع عليه على الاقل 10 انواع ضرايب. نتمنى ان الازمه دي تخلص عشان خاطر الحاله تمشي معانا ومع الناس كلها. بس سوق الذهب كان في ركود برضو قبل الازمه. لا بس ركود عن ركود يفرق، يعني دلوقتي ركود خالص ما فيش شغل، شايف الحاجه دي متأثرين في ساعات الحرب. اه طبعا، واحنا هنا اصلا كمان بنتأثر اكتر، بحيث ان احنا اي حاجه بتحصل في الشارع بالنسبه لمدينه الامن اقفل اقفل اقفل، يعني ممكن نقفل بعد ساعه نفتح، ممكن بعد ساعتين، يعني ما فيش حاجه اسمها نقعد للساعه 8 ولا الساعه 7 ولا الكلام ده كله. طيب كلمه بتقولها للناس اللي بيشوفوها؟ اقول للناس ربنا يقوي الشباب اللي في ميدان التحرير عشان ربنا يصلح حال البلد. يا لشباب 25 يناير اديني نمره واحد، نمره اتنين بقول لبتوع 25 يناير يسيبوا ميدان التحرير والسياسه تاخد مجراها، لانها مش في 24 ساعه يغيروا دستور ويغيروا مجلس الشعب. احنا دلوقتي بتيجي الساعه 8 الكوبري بيتقفل، الدبابات بتقف، محل البيع والشراء خلاص انتهت، بتيجي الساعه 8 زي ما كل الساعه 3 بالليل. فنداء لشباب اللي هم قاعدين 25 ابريل دول، شباب مثقف متعلم، ان البلد كل يوم بتخسر. انا عندي 4-5 عمال وعندي 3-4 بيوت برضك، يعني ما تحسبك 10 بيوت بتصرف عليهم كل يوم. لما انا اقفل مثلا في عمليه حصر التجوال ونقفل والكوبري يقوم مقفول ومفيش عربيات تعدي، خدت بالك ده واقف حال؟ خدت بالك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية خدت بالك إشاعة في البلد إن الدهب وصل 80 جنيه و120 جنيه، ده سعر عالمي، ده بورصة عالمية طالع ونازل، سعر الدهب ثابت. وبعدين الانتفاضة الأخرانية بتوع الشباب دول ولعوا الدولار ل 6 جنيه وشوية، الدهب كان هيجيب 230 و240 غير مصلحيته. النهاردة الكويس إن الحكومة مسكت الدولار ورجعته الوضع الطبيعي، بقى متوسط سعر الجرام 220. بس قرايب خد بالك ان هم الفلوس دي حاطينها في البنوك مش خاضعه للبنك المركزي. الناس دي تجيب الفلوس، خد بالك ان هم خدوها من نادي الشعب يرجعوها للشعب. انا مش عايز حاجه من الشعب، انا واحد من الشعب مش لازمني حاجه، بس هم ياخدوا الفلوس دي يوزعوها على الشعب، يبنوا بيها مساكن للناس اللي هو الشباب النهارده. الشباب معلش كان زمان الشباب بيجي ياخد شبكه ب 8000 و10000 جنيه بتبقى شبكه. النهارده الشباب بيجي ياخد دبله وتوينز ولا دبله ومحبس ب 1000 و1000 ونص يا عيني، واستلف 200 من ده و300 من ده. فيا ريت تقفوا جنب الشباب والفلوس اللي هم خدوها يوزعوها على الشباب.